بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله بأبي من شرى لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون السمر والعوالي عنه والنب وقفة الأشباح فوقوه بيض الظباء بالنحور البيض والنب بالوجوه الصباح سقطوا على رمضاء كربلاء غدوا هذا على حر القاع مطروح ذاك يعالجوا دما حري يفوح وهذا من الطعن ما بقت بيروح وذاك من الطبر جسمه تخذان أنا حر قلبي عليك سيدي أبا عبد الله. وكان الحر رضوان الله عليه من أصحاب ابن سعد، فلما رأى الحر أن القوم صمموا على قتال الحسين عليه السلام قال لعمر أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إي والله قتالا أيسر أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. فأخذ الحر يقول إني أخير نفسي بين الجنة والنار فوالله لا أختار على الجنة شيئا. وعندها مشى إلى سيد الشهداء روحي فدا مطأطئا رأسه. فعندما وصل إلى الحسين قال له الإمام الحسين ارفع رأسك من أنت؟ فرفعه وسأله هل له من توبة؟ فقال له الحسين عليه السلام نعم يتوب الله عليك إخواني. فتقدم الحر وهو يرتجز ويقول إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف. فقاتل قتالا شديدا إلى أن سقط قتيلا شهيدا. لنعم الحر حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح. لنعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الكفاح. هو وجاه وقف يم المشكار
وشاف على الثرى مرمي المعفاير مسح وجهه وقال له انت صدق حور ورد المركزة والدمع منثور ولكن انحر قلبي لان السيده زينب رات ان عشيره الحر استنقذت الحر وبقي الحسين على رمضة كربلاء كأني بها تنادي وحسينا وغريبة العشيرة شالتة بحر الظهيرة الكل منهم علي شالتة غير بس ظلوا الماعدهم عشيرة خويا حسين ضحايا بالشمس من غير تغسيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.